جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كفارة اليمين، هل لابد فيها من إطعام 10 مساكين أم يمكن إعطاء الكفارة كاملة لاثنين أو ثلاثة؟ وهل لابد أن تكون في نفس البلد الذي يسكنه الإنسان؟ كفارة اليمين لا بد أن يستوعب فيها عدد المساكين الذين نص الله عليهم وهم 10، يعني يطعم 10 مساكين وكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي ما يعادل كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد. ولو اقتصر على بعضهم لم تجزه هذه الكفارة حتى يكمل 10، لأن الله جل وعلا نص على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني يعطي لكل مسكين ثوبا إن كان في بلد تلبس فيه الثياب، أو إزار وردة إن كان في بلد يلبس فيه الإزار والردة، أو يعتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام 3 أيام، فهي تجمع بين تخيير وترتيب، تخيير بين الثلاث: الخصال، الإطعام، الكسوة، العتق، وترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام. ولا يتعين أن يخرج كفارة اليمين في البلد الذي هو فيه، لو أخرجها في بلد آخر أجزأ ذلك. نعم.